هنتكلم أكتر عن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وبينضم إلينا دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك معانا في صباح جديد. وطبعا بنتكلم عن واحدة من أهم المكتبات في العالم العربي، ولها دور كبير طبعا في العلم المصري ودورها الحضاري الكبير. ولكن طبعا عايزة أبارك لحضرتك الأول على كتابك الأخير، سؤال الأخلاق في العالم المعاصر، واللي طبعا حضرتك ناقشته ضمن فعاليات هذا المعرض. لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل اكتر عنه في البدايه. اولا صباح الخير، وانا بشكركم جدا جدا. من احسن التقارير اللي انا شفتها واستمعت اليها عن المعرض، تقرير جميل وشامل جدا. وانا طبعا المعرض الاسكندريه، مكتبه الاسكندريه الدولي للكتاب، ده بيعقد كل سنه، ودي النسخه 19 منه، والتفاصيل حضرتك قلتيها وتم ذكرها في التقرير. احنا النسخه السنه دي متميزه جدا جدا، يعني فيها قدر كبير جدا من الانشطه الخاصه بالاطفال، الخاصه ببيع الكتب القديمه، الخاصه باستخدام التكنولوجيا، الخاصه بالاعلان عن سلسله افلام عارف، اللي دي سلسله بنشتغل فيها لنا سنتين، وعملنا منها اكثر من 30 فيلم، وهي بتستهدف ان احنا نعمل 100 او 150 فيلم ويمكن اكثر كمان، لكي نرفع الوعي الاثري والوعي التاريخي وتعميق الهويه الوطنيه وتعميق الذاكره الوطنيه لدى الاطفال ولدى الشباب. طبعا يعني هم السنه دي يعني كان في الفعاليات بتشمل حاجات كثيره جدا، منها أمسيات شعرية، ومنها مسرح، ومنها محاضرات عامة، ومنها مناقشة كتب. وحضرتك أشرتي حتى إلى مناقشة كتابي سؤال الأخلاق، كانت المناقشة بتاعته امبارح، وده كتاب نشر في مؤسسة العويس في دبي، والتي منحتني جائزتها من حوالي سنتين، وطبعا نشروا لي هذا الكتاب، ده أحدث كتاب لي. وطبعا هو بيناقش مشكلة الأخلاق في العالم المعاصر، فكرة التناقض الرهيب القائم في العالم المعاصر ما بين القول والفعل، ما بين الحديث الكثير عن الأخلاق والحديث الكثير عن حقوق الإنسان، ثم هدر هذه الأخلاق وهدر هذه الحقوق في الممارسات الاقتصادية، في مجال الاستهلاك، وفي الممارسات السياسية، وفي الحروب، وفي النزاعات، وفي العنف، وفي الإرهاب. يعني الكتاب بيناقش الأخلاق على مستوى المنظومة العالمية، ويحذر من أنه استمرار هذا الطيار بيجعل العالم يعيش على شفا حالة من الوهن الخلقي كما يقول الكتاب، وانه احنا محتاجين ان احنا نتجاوز هذه المرحله. طبعا دكتور، بعد التحيه، يعني الكتاب في هذه القيمه المهمه التي تتحدث عنها ومفيده في الوقت الحالي، حضرتك ايضا تكلمت عن معرض مكتبه الاسكندريه وفعالياته. ما هو مستحدث هذه الدوره بالذات والاقبال الكبير الذي نشهده؟ ما هي اهم الدول المشاركه فيه؟ أنا هو معظم كثير من الدول العربية، عندنا عدد من الدول العربية، عندنا دور نشر عربية، عندنا إحنا أصلا المعرض عاملين زي اتفاقية كده مع يعني هيئة النشر العربي اللي بيرأسها الأستاذ محمد رشاد، اللي فيها كل الناشرين العرب والهيئة العامة للكتاب، فالمعرض له طابع عربي دولي. وطبعا المعرض السنه دي من ضمن الاشياء المهمه فيه، وانا عايز اتكلم عن هذا الموضوع، ان احنا عملنا اعلان عن جائزه مكتبه الاسكندريه للقراءه. ودي يعني مسابقه احنا بنطلقها من مكتبه الاسكندريه لاول مره، وعاملين لها موقع الكتروني، ومطلوب يعني بنطلب من الشباب ان هم يسجلوا في هذه الجائزه، لانه هي جائزة متميزة في شيئين. الشيء الأول أنها كل التفاعلات بتاعتها إلكترونية، احنا العالم اللي احنا بنعيش فيه عالم إلكتروني، والشباب يعني عندهم قدرة على ان هم يستخدموا العالم الإلكتروني اكتر من اي حد، فاحنا كل الامتحانات والتفاعلات اللي بتتم على الجائزة معمولة بتتم والشخص قاعد في البيت، يعني هو كل اللي عليه ان هو يقرا، واحنا بنديله الكتب حتى الكترونيه، يعني حاطين له قائمه بالكتب. وموضوع الجائزه هي مصر في القرن التاسع عشر، عشان نعمق برضه وعي الشباب المصري بتاريخ مصر وانجازات مصر في العصر الحديث.
والحاجة الثانية في الجائزة إن إحنا لن نكرم 10 أو 15 أو 20، إن إحنا هنكرم في هذه الجائزة حوالي 100 واحد، وهنديهم جوائز كلهم شهادات تقدير وجوائز مالية المية، وسوف نستضيفهم هنا في الأسكندرية لفترة تتراوح ما بين أسبوعين وثلاث أسابيع، نعمل معهم برنامج ثقافي مكثف بحيث إن هم يعني البرنامج الثقافي ده ينضاف إلى القراءات التي يعني قاموا بها، فيعني يرجعوا إلى أماكنهم، يبقى عندهم قدرة هم أن هم يشجعوا القراءة في مجتمعاتهم، يعني ويبقوا هم رواد في مجال تشجيع القراءة وفي مجال نشر القراءة. ولو كل سنة بنخلي 100 نأهلهم بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه خلال 5 6 سنين ممكن يبقى في مصر عدد كبير جدا من القراء، والقراءة تنتشر ما بين الشباب بشكل أكبر. دي أحد والحاجة الثانية من ضمن الأشياء المهمة في المعرض أن احنا هنعمل النهاردة إطلاق لمنتدى الشعر، ويعني كان معانا حتى الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي كان هو المفروض يعني هيفتتح، وإحنا بنحييه شاعر عربي كبير جدا، ويعني يعني هو جاء للمكتبة أكثر من مرة، ولكن هو اعتذر لظروف يعني صحية، وهيأتي عدد كبير جدا من الشعراء على رأسهم الدكتور حسن طلب والأستاذ أحمد فضل شملول وعدد كبير جدا من الشعراء، وهنفتتح منتدى الشعر، وسوف يستمر هذا المنتدى داخل مكتبة الأسكندرية بشكل شهري منتظم. والحاجة الثالثة المهمة جدا ما أشرتم إليه في التقرير، وهو إطلاق سلسلة أفلام عارف اللي هي أفلام قصيرة جدا محكمة الصنعة، وإحنا عندنا إمكانيات في المكتبة لصناعة الأفلام، وعندنا استوديو يعني قوي جدا وفي ناس خبراء وكبار يعني، فعملنا حوالي عدد كبير جدا من الافلام، عملناها في مركز توثيق التراث اللي موجود في القريه الذكيه، وهدفها الاساسي هو ان احنا نعمق وعي الشباب بالتاريخ المصري وبالهويه الوطنيه، ونديهم معارف حقيقيه. اسمح لي يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت اكتر من نقطه، وهي يعني التركيز كله منصب على ان احنا بنعطي مساحه كبيره جدا للشباب سواء من مصر او من العالم العربي، ان احنا نعرفهم على قيم زي ما حضرتك ذكرت سواء بتتعلق بالاخلاق او بالقراءه، ونعطيهم مساحه كبيره حتى ان هم يعبروا ده من خلال زي ما حضرتك اطلقت جائزه خاصه بمكتبه الاسكندريه. ولكن خليني اقف عند الجائزه دي بالتحديد، وحضرتك اطلقت هذه الجائزه تحت شعار عيش 1000 عام مع القراءه، اختيار هذا الشعار لهذا العام بالتحديد كان بناء على ايه؟ هو ليه معنى عميق جدا، انه القراءه بتجعلنا يعني نعيش ازمنه مختلفه، بمعنى انه انا استطيع من خلال القراءه ان انا يعني افهم طبيعه الازمنه اللي مرت على العالم كله وفي كل المجتمعات، واستطيع ايضا ان انا اتجه للمستقبل واتصور شكل الزمن المستقبلي، فكأنه أنا بعيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة 100 سنة، بس مع القراءة بنعيش أزمنة كتيرة، بنعيش عمرنا بيطول. هو ده المعنى العميق للمثل، لأنه العمر بيطول، لأنه هو ما بيبقاش عمر واحد، ده هو بيمتد كده ويلتصق ويتحد ويتفاعل مع الأعمار الأخرى والأزمنة الأخرى في كل المجتمعات، فيصبح عمرا متمددا في المكان وفي المكان وفي الزبان، فكأن الإنسان بيعيش 1000 عام. وطبعا كلمة 1000 عام دي كلمة رقب يعني، بس هي على يدل على الكثرة، إنما أنا أتصور أنه ممكن يعيش أكثر كمان من 1000 عام، يعني لأنه إحنا كل ما تعبقنا في تاريخ العالم كل ما وجدنا أنفسنا يعني صغار أمام هذا التاريخ الكبير، فلما نقرأ بنحس بأن إحنا بنكبر. نعم طبعا يا دكتور، هذا شعار عميق وجميل ويعبر عن تعبكم وحبكم وهذا النجاح لمكتبة الأسكندرية وجميع الفعاليات. نشكرك شكرا جزيلا، وكنا سعداء بتواجدك معنا دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية، شكرا لك.